العداء ان مصر بتتحين كل فرصه للاستفاده واستثمارها الاستثمار الامثل زي ما شفنا كده في فعاليات قمه المناخ كوب 27. طيب خلينا ننتقل مع حضرتك بقى لخبر اخر هام، حيث استقبل وزير الخارجيه سامح شكري امس وزير خارجيه فلسطين رياض المالكي في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واكد بيان صادر عن وزاره الخارجيه ان القضيه الفلسطينيه ستظل دائما قضيه العرب الاولى التي لا يتصور ان يتحقق استقرار اقليمي حقيقي في منطقة الشرق الأوسط بدون تسويتها تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. ومن هنا تؤكد مصر على ضرورة وضع حد لحلقة العنف القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف عن اتخاذ الإجراءات الأحادية التي تفتتئ على التسوية العادلة والنهائية لقضايا الحل النهائي، وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية وسياسات الطرد والإخلاء للفلسطينيين بمدينة القدس وتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى ومحيطه. يعني مصر موقفها لا يتبدل ولا يتغير من الدبلوماسية عموما السلمية وإقامة دولتين في فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ويعني ده تاريخ طويل طبعا لو تحدثنا عنه لا يكفينا حلقات وحلقات. ولكن الحقيقه يعني واحنا امبارح كنا يعني كان ذكرى مرور 75 عام، يعني في 29 نوفمبر 1947 كان قرار الامم المتحده بتقسيم فلسطين، فاحنا ما بننساش القضيه الفلسطينيه، ولكن هذه الامور بتعيد لنا تجديد الضروره الحفاظ على الهويه الفلسطينيه والهويه العربيه وحل هذه القضيه. كيف رايت هذا الاجتماع واهم النقاط اللي تم مناقشتها فيه؟ يمكن هذا الاجتماع في هذا اليوم بيؤكد ان الدوله المصريه بتدعم القضيه الفلسطينيه وبتؤمن ان حلحله القضيه الفلسطينيه وايجاد حل حقيقي للقضيه الفلسطينيه يتبعه حلحله لقضايا الشرق الاوسط. دي كانت كلمه من كلمات السيد الرئيس حتى في الامم المتحده، ان ايجاد حل للقضيه الفلسطينيه سوف يتبعه تهدئه وسلام واستقرار في المنطقه. مصر طوال التاريخ بتدعم القضيه الفلسطينيه، ولكن ايضا بعد عام 2014 راينا ادوات حتى جديده في دعم هذه القضيه، سواء من خلال دعم الدور المصري او دعم القضيه الفلسطينيه في الامم المتحده او فيما يتعلق بقطاع غزه وايجاد تهدئه طوال الوقت، اعمار غزه، هذه الاداه الاعماريه الجديده فيما يتعلق بترسيخ السلام والاستقرار في داخل الفلسطيني وغيرها من الادوات، وصولا حتى لدعم المصالحه الفلسطينيه واحتواء الفصائل الفلسطينيه في داخل الدوله المصريه لايجاد ارضيه مشتركه للنقاش. اذا نحن نتحدث عن دعم مصري متواصل طوال الوقت، موجود طوال الوقت بكافه يعني الادوات وبكافه السبل. وبالتالي انا اعتقد ان مصر لعبت دور مهم جدا خلال الفترات الماضيه لايضا اعاده القضيه الفلسطينيه الى صداره المشهد العربي، لان كانت هناك ازمه خلال الخمس ست سنوات الماضية إن القضية الفلسطينية تراجعت في ظل زخم من القضايا العربية الأخرى، ولكن مصر أعادت الزخم وأعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد العربي، وده مهم جدا لأنها بالتأكيد كما يعني هو مذكور في البيان الخاص بالوزارة الخارجية هي القضية المركزية، هي القضية العربية الأولى، ومصر مؤمنة بأهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأعتقد أن الدور المصري أحد ركائز إيجاد هذا الحل بإذن الله. أكيد يا أستاذ جمال، ودايما مصر يعني دولة أفعال أقوال، ولعل يعني من أبرز هذه الخطوات يعني خطة إعمار قطاع غزة وتدخل مصر في وقف النزاع والاقتتال على أرض فلسطين إن شاء الله نجدها، يعني نتمنى بإذن الله مستقلة. طيب خلينا نختم مع حضرتك في عجالة.